حقيقة في النهاية بنقول هاردك للهلال، وطلع بنتيجة إيجابية رغم أنه احرز عليه هدف كان في أرضه في أم درمان، ولكن هو بادر هنا بإحراز هدف، وكان بإمكانه أن يوسع الفارق. وإن كنت أرى في إجابة على سؤالك بالنسبة لسادومبا، سادومبا أنا أعتقد أيضا تكتيك الفريق في الشوط الثاني لم يخدمه، يعني الهلال كان متقدم بهدف. أنا كنت أتصور إنه التكتيك اللي يفترض يكون إنه الفريق ككل لما يفقد الكورة يجي لنص ملعبه، وبالتالي حيسحب المدافعين، أي كورة تتلعب خلف المدافعين بيكون في مصلحة سادومبا وكاريكا. هذا من جانب، الجانب الآخر طبعا هو كلاعب أيضا أعتقد إنه اليوم كان خارج الفورم أو الدي أوف بتاعه، لدرجة إنه يعني لم يكن سادومبا المزعج الذي يراوغ ويلعب دبل باس ويتحرك، فكان في حالة توهان. عموما نقول للهلال هارد لك، ومن قبله طبعا المريخ، ويبدو انه الفريقين الكبيرين يتساوان حتى في النتائج السيئة وفي النتائج الجيدة، يعني دائما في الإنجاز هم يتساويان، وأيضا كذلك الحال في الخسارة. كابتن طاهر، يعني نحاول لأنه عندنا وقت ضيق 5 دقائق تقريبا. المريخ اليوم يعني في الشوط الثاني ظهر بشكل أفضل. نحن تحدثنا، هل تتفق معنا أنه فعلا أنه المدرب ريكاردو لم يبدأ بالتشكيل الصحيح؟ تأكيد لكلامك، ريكاردو أخفق في مباراة أم درمان رغم انه اجاد في مباراه الاياب. نعم. اخطا في الشوط الاول. هل اخطا في، يعني شفنا الشوط الثاني شكل المريخ كان افضل، هل اخطا في التشكيله؟ اخطا في التشكيله، وفيصل موسى ليس اللاعب الذي يجلس على دكه البدلاء. فيصل موسى كان يجب ان يبدا المباراه، وانا بفتكر انه فيصل موسى يجب ان ينال الفرصه كامله، لانه لاعب فيه كل الصفات بتاع اللاعب المكتمل. في تقديري سؤالك مهود، وصلنا مرحلة الكونفدرالية، ظللنا نتحدث لسنين عن الأخطاء الدفاعية وعن تدعيم خطوط الدفاع وعن فرص الفريقين. أعتقد أنه أمام المريخ وأمام الهلال عمل كبير جدا، وأخص هنا بالحديث يعني المريخ محتاج لعمل كبير جدا في منطقة الدفاع. في تقديري خط الدفاع لا بد أن يكون في بديل منطقة الارتكاز وصانع العاب. أعتقد المرحلة الجاية مرحلة صعبة شوي. رسالتك وصلت يا كابتن طاهر عواري. كابتن فوزي في 30 ثانية، يعني الوقت خلاص طبعا ضايقنا، شنو رؤيتك للهلال في المرحلة الجاية من خلال ما شاهدته وفرصه في الصعود؟ لأنه حيلعب مباراة مع الساقطين من دور 16 مرة أخرى يعني، ثم إذا وفق الهلال أو أيضا المريخ سيصعدان إلى دور المجموعات بالنسبة للكونفدرالية. والله يعني حاليا الواقع، ونحن فقدنا مثل التنافس على دوري الأبطال، يجب أن لا نفرط في كأس الكونفدرالية، هذا أقل ما يمكن أن يقوم به الفريقان الهلال والمريخ والمريخ والهلال، لأنه نحن يعني زي ما بنقول شبعنا من البطولات المحلية. الهلال أيضا يحتاج لتدعيم في الخط الدفاعي، ولاحظنا انه المدرب ده طبعا بيلعب بثلاثه مدافعين، لما تلعب بثلاثه مدافعين ايضا يجب ان يتحركوا كوحده فلات، اذا حاولت ان تعمل ليبرو صاغط فيهم حيكون هناك في فراغ وبيتيح فرصه واحد ضد واحد للخصم. كابتن صالح اليوم ظهر بشكل كويس كمان. نعم، اعتقد اليوم من المباريات الجيده يعني. سؤال سريع، جارزيتو الى حد كبير هناك ملامح للهلال جيده؟ نعم، واضح بصمات المدرب في الفريق. كابتن فوزي بنشكرك جزيل الشكر، كنت تضيف علينا في هذا الاستديو عزيز، وان شاء الله نشارك في استديوهات قادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن طاهر، هل ترى انه ريكاردو يمنح الفرصه لانه ممكن جدا المريخ يتحسن؟ شفنا في بدايه الشوط الثاني المريخ كان احسن. اعتقد يمكن ان يمنح الفرصه شريطه. نعم. ان يربط بالكونفدراليه. كابتن طاهر هواري بنشكر جزيل الشكر، ونتمنى نستضيفك ان شاء الله في ان شاء الله. شكرا لكم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، كنتم طبعا في هذا الاستوديو التحليلي عبر هذه الرحلة الطويلة معنا، ولكن طبعا هذه حالة الكرة السودانية، شاهدنا فرق كثيرة تخرج حتى على مستوى العالم. نحن شفنا ريال مدريد وبرشلونة المرشحين الكبار طبعا والكبيرين خرجا من اليويفا اللي سمعت تقام 19 مايو هذا الشهر، طبعا بين بايرن ميونخ وتشيلسي كما انت معروف. فليس يعني ان يخرج الهلال المريخ شيء غريب، ولكن نتمنى انه عاجل
السلبيات الموجودة ثم نعود أكثر قوة في الكونفدرالية وفي البطولات المقبلة. حظ موفق لفرقنا جميعا، أيضا لفريقي الأمل عنطرة وأهلي شندي في مباراة الغد. نشير أننا سننقل لكم غدا إن شاء الله مباراة الأهلي شندي ضد أنتر كلوب الأنغولي، تابعونا غدا إن شاء الله حتى لقاء آخر. نشكركم على كريم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.